السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الصين في العراق أو رقم السفارة الصينية في العراق. رقم التليفون هو 00-964-790-191-23-15. يبقى تاني، رقم سفارة الصين في العراق أو رقم السفارة الصينية في العراق 00-964-790-191-23-15. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.